جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض إحدى أخواتنا بعثت وتقول: أختكم في الله واو ميم ألف تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل لمصلى العيد أو مصلى المرافق التعليمية كالمدرسة أو الجامعة سنة ركعتين تحية المسجد، أم أن ذلك في المسجد فقط؟ جزاكم الله خيرا. تحية المسجد تختص بالمسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما مصلى العيد أو المصليات التي تجعل في المدارس أو في البيوت للنساء، فهذه لا تأخذ أحكام المساجد ولا يشرع لها صلاة ركعتين، لكن من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فيها فلا بأس، النفل المطلق لا بأس. أما أن لها تحية الدخول صلاة ركعتين كالمسجد فليس الأمر كذلك. نعم.